الكاميرا ما كانت واضحه بس نعيد على السريع. شوف اللي يبغى يصور شوفها من جوا كمان. اللي يبغى يصور الصحبه باركه الصخره تورج منها نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الان واضح والصوره واضحه والبث واضح. تمام. بشوف الصخره. بشوف الصخره الان اللي تورج منها نبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. هذا اي اوضح بكثير. نعم دودو اوضح بكثير. اسال الله ان يحفظ لنا هذا في ما لنا انا ودودو ان شاء الله وكل المتابعين لنا. جزاكم الله خير اجمعين. نعم هذه الصخره. ايوه هذه اوضح بكثير. هذه الصخره قبه الصخره. نعم هذه الصخره الان. هذه قبه الصخره اللي بالذهب 300 قال مليون قطعه اعتقد او حاجه كده. نعم هذه القبة زي ما تشوفين قبة بالذهب. هدية من ملك الأردن الجد للجد الملك الحالي. والآن هذه الصخرة كما ترون هذه الصخرة التي أعرج بها النبي محمد. فيها 3 ملايين سيفزاء ذهب. وهذه القبة يلي عمل الطائح من الذهب الخاص. مين اللي تبرع فيها؟ هي من الدولة الأموية للملك بن مروان. دائما أفعل حسين بالذهب جزاه الله خير. الله يرحمه. هو الآن في مين إن شاء الله في القبر وياخذ. وهذه الصخرة اللي كان يسأل نشوف الصخرة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. تمام دكتور. هلا هذه يلي وريتك إياها قبل شوي اللي هي كان إيش اللي حكيت فيها شعرات الرسول عليه الصلاة والسلام. فيها هون بيقولوا إن فيها شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الذهب. ايوان هنا وفيها نعم. ايه شعارات الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا المكان فيه شعارات الرسول. بقول لك فيها ختمه من ختمات الرسول صلى الله عليه وسلم. عليك يا رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا فوزيه. ان شاء الله تجنينا والمسلمات يغفر لنا ويغفر للمؤمنين والمسلمات. اسال الله الفردوس الاعلى من الجنه. اسال الله لي ولكم الفردوس الاعلى من الجنه. اسال الله لي ولكم الفردوس الاعلى من الجنه. أسأل الله لي ولكم الفردوس الأعلى من الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. دكتور هذا المحراب اللي قال لك عنه أبو طارق محراب صلاح الدين الأيوبي صدقة ودعوتكم وقولوا أمين. وأسأل الله لي ولكم هذا إيش المحراب المنبر. هذا منبر جنب المحراب. هذا منبر الجمعة. نعم منبر صلاح الدين الأيوبي. هذا المحراب محراب صلاح الدين الأيوبي. جزاه الله خير الجزاء المقدم. هذا محراب صلاح الدين الأيوبي. منبر صلاح الدين الأيوبي. الله جميل جميل. اللي بتطور يصور. هذا منبر ومحراب صلاح الدين الأيوبي. هذه ما تتكرر والآن واضح البث أكثر وضوح. اللي يحب يصور هذه الأشياء منبر ومحراب صلاح الدين الأيوبي. السلام عليكم ورحمة الله. وهذا السجاد مهدى أو مهدى من المملكة العربية السعودية. السجاد هذا اللي بيصلوا فيه المسلمين مهدى من المملكة العربية السعودية.